السلام عليكم الإخوان، فيديو جديد كيف ديما. الخبر اللي كاين هو المفاوضات مع نادي بيراميدز على مهاجم إفريقي يجي الرجاء بريطي عام مع أحقية شراء. بالنسبة للاسم ما قالوش الاسم، ولكن احنا فين قلبنا على لاعبين أجانب في بيراميدز فكاينين جوج، كاين واحد جنوب افريقي افا سونتر سميتو لاغاي، وكاين واحد نيجيري تيلعب الي دروا سامويل. هادو هما جوج افارقة اللي كيلعبوا في البوست ديال المهاجم. كنحاولوا نتاكدوا ان اسم اللي قريب من الرجاء، بما ان الرجاء قدمات عرض رسمي للبيراميدز. ارقام ديالهم الاخوان صراحه بجوج ضعاف، يعني يمكن لا تكلمنا على سامويل النيجيري راه لاعب في المجموع 31 ماتش ماركي 4 البيوتا، وكاين اللاعب الاخر اللي قلنا من جنوب افريقيا الاسم ديالو لاغاي 198 ماتش في جميع المشاركات مع الفرق اللي لعب ماركي 40 بيت. فكأس مصر لعب 6 ماتشات ماركا بيت، يعني بجوج ارقام ديالهم ماشي شي ارقام الاخوان. ما عرفناش الشوفه اللي شافوا في هاد المهاجمين، يمكن انا تنقول اللي قريب هو الجنوب افريقي، بما ان مدرب الدراجه كان في جنوب افريقيا وكيعرفو هو اللي قريب. الخبر الرسمي هو ان الرجاء قدمات العرض للبيراميدز ومازال كتسنى في الرد ديال العرض اللي تقدموا به ديال بريطي عام مع احقيه الشراء. حنا غادي نتابعوا هاد الصفقه مع بيراميدز الاخوان، فين ما يكون شي جديد راه نحطوه لكم. وشكرا الاخوان على التفاعل ديالكم، والله يعاون